السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايبين وجبة من الوجبات اللي هي الصحية. طبعا عندنا الفراخ ديتي، بس طبعا دي فراخ صغيرة يا جماعة. ديتي وجبة من الوجبات الدايت. هيتاكل جنبها بس سلطة وشوربة كوسة. طبعا الحاجات دي ملكش دعوة بيها خالص، لان طبعا دي مش طبع الدايت خالص. ام حمزة بس هي ايه مظبطانا شوية، هنحاول برضو نقتصد يعني، بس طبعا بنحب الحاجة الحارة. طبعا ما انا عارف مش عايز اتكلم يعني عشان الناس بس ما تدناش بوكس في وشنا يعني. طبعا الوجبة دي يا جماعة فيها زي ما انتوا شايفين الكاتشب دي، يعني الواحد بس ياخد حاجة بسيطة خالص. وطبعا عاملة زبادي، بالزبادي بقول ايه الاحمر ده يا ام حمزه، دبس الرمان. دبس الرمان، وطبعا ده المايونيز العجيب بتاعها رائع نباتي طبعا. وطبعا دي الفراخ بتاعتنا المشويه يا جماعه في الهيلوين، جهاز الهيلوين الهالوجين. بطريقه صحيه طبعا، ما فيش اي نقطه زيت ولا حاجه، هي بس يا دوبك بصل اللمعه اللي انتوا شايفينها دي، يعني اللي هي دهونها الدهون بتاعت الجلد بتاعها. احنا بنرميه اصلا، وطبعا احنا بنرميه مش بناكله خالص. بس انا برضاش اسلخها في الاول وطبعا عشان ده الورق طبق لسه السلطة بتاعنا متلسعش. الجميل جدا. طبعا يا جماعة الوجبة دي يعني طبعا احنا طبعا صايمين، وطبعا الفطار بتاعنا برضو بيبقى او السحور بتاعنا بيبقى دايت، وما بناكلش غير ثمرة فاكهة بس بعد الاكل عشان الناس تبقى عارفة النظام ازاي يعني. فدي مثلا حتى لو عملت معانا 1000 سعر حراري الوجبة الواحدة ديت يا جماعة، فهي ماهيش كتير، لان احنا ان شاء الله دي يعني الفطار بتاعنا، والسحور ان شاء الله هيكون عبارة عن زبادي اللي هي المية، الزبادي لايت 180 جرام، وخلاص على كده يعني. كل الوجبة بتاعتنا اللي هي اليومية في الصيام بتاعنا دي يعني بتكون حوالي مثلا من 1400 سعر حراري. فلو يفضل لنا 1000 سعر حراري ان احنا بنستفيد منه في الخسسان بإذن الله يعني. وكل عام وانتم طيبين يا جماعة الخير، وربنا علينا الأيام بخير، وكل عام طيبين، وجزاكم الله خيرا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.